نصف الامتلاء. يعني ما شاء الله في نسب ثانويه يوصل 98% و99%. منير طبعا احد المتفوقين. تفضل استاذ عبد الجبار، تفضل انت لو سمحت. نبدو بالتكريم. عدنا المتحصل على الترتيب الثاني صف الرابع الان سنة أولى علمي، سنة ثانية علمي. إسماعيل إبراهيم عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة الطيبة وهي تكريم أوائل التلاميذ والطلبة في مرحلة التعليم الأساسي من قبل مكتب التعليم أغدامس وجمعية رواد الخير، وباعتبار أحد أولياء أمور الطلبة المكرمين، حقيقة نشكر هذه الجهود الكبيرة في تكريم أوائل الطلبة والتلاميذ بعد موسم شاق وصعب وطويل حقيقة، وخاصة بسبب تفشي وباء الكورونا. تم اختتام العام الدراسي، وتكللت هذه الجهود حقيقة بتكريم أوائل الطلبة والتلاميذ والذين حقيقة تفوقوا بدرجات امتياز عالية. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق للجهات التي أشرفت على هذا البرنامج، وبارك الله فيكم.